مرحبا بكم. البداية بالتنس، وين أنس جابر رسميا رجعت المرتبة الثانية في تصنيف لاعبات التنس المحترفات اللي أصدر اليوم، وفي المرتبة الأولى تواصل البولونية إيغا شفيانتيك الصدر. رزنامة البطولة الموسم الجديد 2022-2023 باش يتم سحبها رسميا نهار الأربعاء بالصباح بداية من 11 في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي استغنت عن خدمات ياسين الميكيري المكلف بتحليل الأداء ضمن الإطار الفني للمنتخب الوطني، وهذا بعد ظهور الميكيري ضمن الإطار الفني الجديد في الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، وهكا تنتهي العلاقة بين ياسين الميكيري والجامعة التونسية لكرة القدم. زوز ملعبيه كانوا ينشطوا في النادي هذا السفيقسي، المهاجم فراس شوات والمدافع نور الزمان الزموري موجودين حاليا في مصر ينهيوا في المفاوضات والامضاء لنادي الاسماعيلي، تقريبا الاتفاق حاصل والمنتظر في الاعلان الرسمي على زوز صفقات هذه في الساعات الجايه. نذكر لفراس شوات كان فسخ عقده مع النادي هذا السفيقسي من طرف واحد، ونور الزمان الزموري غادر السي اس اس بعد نهايه عقده. اللاعب التركي أردا توران على اليوم صفة رسمية اعتزاله كرة القدم في عمر 35 عام. توران اللي خاض تجارب احترافية متميزة مع تيتيكو ومدريد برشلونة وأخيرها مع فريقه اللي لعب فيه في بداياته فريق جالاتا سراي التركي. في إيطاليا ليلة مع الثمانية جربا إمبولي تواجه روما، وفي إسبانيا الثمانية الميريا تلعب ضد أساسونا. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فان بونيت.